وصلنا لمحطتنا التالية، ومثل ما بنعرف تشهد مجالات الحياة المختلفة العديد من التطورات والتحديثات وأيضا الاندماج مع التكنولوجيا بكثير من الأماكن، وخصوصا مثل ما بنعرف حاليا الذكاء الاصطناعي اللي أصبح عم يدخل بكل الأمور، والمجال الطبي من هي الأمور اللي دخل فيها الذكاء الاصطناعي وبدأ يعمل على تغيير آلية عمله وأيضا على إدخال التحديثات والتطويرات إلى. أكيد سلمى، الذكاء الاصطناعي دخل بكثير من مجالات الحياة واللي منها الطب، وكمان آلية مراقبة حالات الشفاء لدى المرضى وتحسين الحالة الصحية. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا الدكتور فارس عبد الرحمن، أخصائي أمراض الإذن والأنف والحنجرة وجراحة أورام الرأس والعنق. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، شكرا لاستضافتكم اللطيفة، شكرا لكم. صباح الخير دكتور. خلينا نبلش مع حضرتك اليوم، مجالات عديدة يمكن قدر يدخل إلى الذكاء الاصطناعي ويكون معاون فيها بالطب، أبرز هي المجالات اللي دخلت وبالذات باختصاصكم. تمام. هلا بالنسبة للذكاء الاصطناعي، من قبل كان يتم بعض التطبيقات كانت بالصور المقطعية السي تي أو كان المرنان، بيتم دمج الصور المقطعية لتشكيل شكل ثلاثي الأبعاد، بيحدد لي مكان الآفة بدقة، بيحدد رسم مثلا للرأس، كسور الجمجمة، كسور قاعة القحط. لكن حاليا ممكن الأمور تطورت أكثر لحتى للتشخيص السريري، لبعض التفاصيل، لوضع خطط علاجية، حتى خطط جراحية رح أحكي عنها بعد شوي. هلأ بالنسبة للذكاء الاصطناعي شو هو؟ هو عمليا وضع معلومات أو إدخال بيانات ومعلومات بكميات ضخمة هائلة جدا باتجاه المخدم لاستعمالها، إعادة استعمالها لاحقا بالتشخيص نفسه. فنحن بنحط معلومات بكميات هائلة وبيانات وصور وتشخيص تشريح مرضي، صور تشريح مرضي وصور نسيجية ومعلومات نسيجية، كلها بيتم إدخالها للمخدم وبعدين بيتم الاستعانة فيها لاحقا لتشخيص الحالة. كمثال على هيك، أنا كطبيب كل ما قرأت أكثر، كل ما تابعت أكثر وزادت معرفتي، زادت عندي الذخيرة المعرفية، زادت خبرتي، وصار عندي أسهل إلي أنه شخص الحالات الصعبة بسهولة شديدة، حتى بقدر أوصل للتشخيص بأبسط الطرق وبأسرع وقت. لهيك موضوع الذكاء الاصطناعي صار مهم جدا بهذا الموضوع، بموضوع التشخيص بالدرجة الأولى، ولاحقا موضوع رسم خطط العلاج. هذا بالنسبة للمجالات. دكتور، بمجال طبعا اختصاص الأورام، خلينا نحكي أو جراحة الأورام، لوين وصل التطور التكنولوجي بالذكاء الاصطناعي؟ هلأ بالنسبة لجراحة أورام الرأس والعنق بالتحديد، في جامعتين بأوروبا بلشوا يعملوا تجارب، حاليا حتى في مراكز مهمة بلشت تطبيق بعض التطبيقات أو البرامج الذكاء الاصطناعي. بيتم وضع كاميرا إلى خصائص معينة برأس المنظار اللي احنا ممكن نستعمله بالعيادة، بيتم إدخاله باتجاه على سبيل المثال بالعوم الأنفي أو باتجاه الحنجرة. إذا عندي آفة وليكن آفة متقرحة أو آفة مدمة قليلا، بيتم رسم خط حول هاي الآفة، خط افتراضي، بيتم عن طريق خصائص الكاميرا في بتصير الدراسة بالأشعة تحت الحمراء مع حقن الفلوروسين، بالإضافة لصور الأوبتيكال، صور البصرية. بتروح هاي المعلومات باتجاه المعالج. هلأ في فيديو رح يوضح لنا هذا الكلام. نحن عم نشوفه مع حضرتك. تمام. هلأ بصير رسم للآفة. هاي الآفة، تمام، رسم لحدود الآفة. بتم بنشوف في ثلاث صور جانبية. من الأعلى هي الصورة الأوبتيكال تحت الأشعة الحمراء رح تبلش توضح. التحت هي الأشعة مع حقن الفلوروسين. هلأ بصير تحليل البيانات، إرسال البيانات باتجاه المعالج، بتم وضع مربعات بعدة أماكن. من خلال تحليل البيانات، بيانات نسيجية، طبعا الكاميرا مجهزة، وبالإضافة لأنه فيها كاميرا مايكروسكوبية يعني كمان بتأخذ صور مجهرية. هلأ هون بلش تحليل البيانات. تحليل البيانات بيحدد لي هاي المربع هذا الصغير هون والمربع الثاني قديش نسبة الخلايا الورمية ممكن تكون فيه، قديش نسبة إنه الخلايا السليمة، وإذا في عندي خلايا على البوردر لاين على الحد. فبيعطيني حاليا، هلا بنشوف، تمام، المربع البنفسجي هو نسيج سليم، اللي جنبه أنا ما نقرأ الرقم منيح، يمكن 70% أنسجة ورمية، تحت أنسجة
سليمة المربعات البالغة. هلا هون كمان بالنسبة للتقنية، بالنسبة كمان موضوع دمج الصور، هلا أنا رح أحكي بس شو بفيدني موضوع تحليل البيانات بهذا الشكل. أنا بس حددت حدود الآفة بشكل دقيق، خاصة بمنطقة البلعوم الأنفي، هي منطقة غير صراحة قابلة للاستئصال الجراحي أو غير قابلة للتداخل الجراحي. نحن وقت نشك بآفة نأخذ خزعة ببعتها على التحليل، إذا شو بتطلع النتيجة ممكن نكمل علاج شعاعي أو كيميائي. إذا كانت الآفة هون بهاي الحالة كانت الآفة خطيرة وغير قابلة للعلاج فالنهاية محتومة هون. شو ممكن أنا أستفيد من الذكاء الاصطناعي هون؟ تطبيقات الجراحة الروبوتية، أنا القيود البشرية اللي هي بتعلق بالإيدين بالأصابع بالأدوات اللي ممكن تدخل بالكاميرا، فأنا فيني أدخل تطبيق الذكاء الاصطناعي باتجاه الجراحة الروبوتية، بستخدم أدوات ناعمة كتير وكاميرا، فبحدد المكان بدقة عن طريق تقاطع الصور، بحدد حجم الآفة، بتم الاستئصال كاملا للآفة مع حدود واضحة مثل الجراحة المفتوحة. طبعا أنا بحكي أنا كنظرة مستقبلية، حاليا يتم دراسة هذا الموضوع ومحاولة تطبيقه. فأنا وقت بصير في عندي استئصال لهي الآفة وبشكل مبكر، فأنا حسنت نوعية الحياة للمريض، ممكن أنقذت حياته. فنحن الذكاء الاصطناعي حاليا هو تسخيره بشكل كامل هو لتحسين نوعية الإنسان ولدعم حياته. أكيد هذا الشيء اللي عم يطلع عليه الكل اليوم للمستقبل، بما أنه كتير يمكن من المهام مثل ما حضرتك قلت رح يوفرها الذكاء الاصطناعي، رح يساهم بأنه يكون أكثر دقة. ولكن على الجانب الآخر البعض عم بيقول هل هذه التقنيات لا تحمل سلبيات أم أنه ممكن يكون في بعض السلبيات لها؟ هلأ تماما، هلأ كنظرة مستقبلية بالبداية، هلأ من فترة قريبة تم إطلاق البرنامج السمعي المبكر عند حديثي الولادة، إطلقته السيدة الأولى طبعا كل الشكر. حاليا ممكن بالمستقبل بعد 10 سنين أو 15 سنة حدا يسحب هذا الفيديو من الأرشيف الإخبارية ويرجع يشوف أنه نحن كنا شايفينه من هلأ وين وصلوا، لأن ممكن نحن يكون في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ممكن نحن بعمر معين 40 50 سنة يدخل الإنسان لجهاز يتم دراسة كامل الجسم، بحث عن الأورام أو بحث عن الأمراض الممكنة ممكن تواجده، وبالتالي اختيار الطريقة الأمثل للعلاج، بالتالي الكشف المبكر عن الأمراض، وهذا مهم جدا خاصة بالأورام. الكشف المبكر عن الأورام هو أحد أهم مفاتيح نجاح العلاج والشفاء. السلبيات للأسف السلبيات كبيرة كتير. سلبيات، أول شيء ممكن يصير في عندي نظرة اتكالية للأطباء على الذكاء الاصطناعي لاحقا، ممكن يصير ما يصير في بذل أي جهد، فالأخطاء الممكن توقع ممكن تكون أخطاء كارثية. بما أنه هي التطبيقات صراحة هي عم تعمل شركات كبرى بدعم من شركات كبرى، بتدفع مصاري كتير للجامعات لحتى تأمن لها بنية تحتية، فبالتالي هي متحكمة، وبالتالي كمان أنه تابع لدول كبرى، هي الدول الكبرى للأسف ممكن إلى مصالحها ممكن هي تصير تستعمل نفس الذكاء الاصطناعي عن طريق شيء ما بنعرفه لسرقة معلومات المرضى أو سرقة معلومات أو البيانات الموجودة على المخدمات تبع بعض الدول، فهذا الشيء كمان خطير. بالإضافة ممكن إدخال فيروس لأحد المخدمات بأي بلد كان، وبالتالي ممكن خلال لحتى يكتشف هذا الفيروس ممكن يعمل أخطاء بشرية قاتلة وممكن يكون أخطر من الحرب البيولوجية. لهيك هذا الموضوع بده قيود حاكمة، بده دراسة بشكل جيد قبل محاولة إدخاله، بالتالي وضع قوانين تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي، تحكم وسائل التشخيص، تحكم طريقة إدخال البيانات بحيث ما يصير في تسريب لبيانات العالم المرضى ولا يصير في محاولة تخريب بحيث أنه يكون نوعا ما مغلق. إضافة لهي التفاصيل بالنسبة للسلبيات، ممكن بعض السلبيات أنه نحن بالآخر كمان نحن كبلد يعني نوعا ما مستهلك للتكنولوجيا، وهذا الشيء سيء بالنسبة لنا، لازم نكون نحن بمكان أفضل من هيك. طب دكتور خلينا نحكي شوية، مع انتشار الذكاء الاصطناعي صارت كتير الناس تخاف أو يقولوا هو عم بيهدد الحياة البشرية أو عم يهدد المهن، يعني مثل ما شفنا صار روبوت مذيع بيحل مكان موظف، هلأ ممكن أنه مكان طبيب، ممكن هذا الشيء قديش صحة هذا الكلام؟ هلأ لا يمكن الاعتماد عليه بشكل مطلق. هلأ كنت عم بحكي من شوي أنه
لانه الاتكال الشديد على الذكاء الاصطناعي ممكن يكون نتائجه كارثيه. يعني فيك انه بهالحاله هي ممكن بلد واحد او شركه واحده تحكم العالم كله اذا انتشر الذكاء الاصطناعي بهذا الشكل. طبعا. عن طريق الشركه المصنعه هي الوحيده اللي ممكن تعرف خفايا هي الروبوتات او صحيح. هي البرامج اللي ممكن تكون موجوده. فلا يمكن انه يكون بديل للانسان او حتى بديل لمذيع، لانه ممكن السيطره تكون طبعا لا مسك الموضوع انه ممكن يحطوا روبوت بدل مذيع. يعني بكل المهن صار طبعا بكل هذا الشيء كثير صار متداول انه ممكن يحل مكان موظف يستغنوا عن الموظفين. هلا عن جديد صار دخل بمجال الطب، ممكن هذا الشيء الاستغناء مثلا عن دور الطبيب او مدى صحه هذا الشيء؟ لا بصير عندنا دور الطبيب ممكن يكون يستعين فيه طبعا الطبيب يستعين فيه حاليا، ممكن لاحقا ما بنعرف وين توصل الامور. حاليا عم بيتم الاستعانه بالروبوتات وبالذكاء تقنيات الذكاء الاصطناعي. وطبعا يعني لازم يكون، مع انه هو من صنع الانسان الذكاء الاصطناعي، لازم يكون دائما هو تحت اشراف الانسان. تماما. يعني دائما دكتور بيتم الحديث عن اهميه استثمار التكنولوجيا بخدمه البشريه، والبعض بيتناسى انه احيانا اذا ما كانت هي التكنولوجيا مسيطر عليها أو نحن القادرين على التحكم فيها ممكن تتخطى المجال المسموح لها وممكن تصير سلبية. لهيك اليوم بعيدا عن السلبيات، أبرز خليني أقول نتائج استخدام الذكاء الاصطناعي اللي ممكن نشوفها أيضا بالمستقبل. هلا أبرز النتائج حكينا عنها، موضوع تسهيل الكشف عن الأمراض، يعني خاصة الأورام. يعني حكينا انه الكشف الباكر عن الاورام بيساعد كثير بموضوع برفع معدل الشفاء عند المرضى، وبالتالي ممكن ما يضل عندي ورم يكون قاتل، ممكن يصير في عندي الكشف الباكر خلص انه اخذ العلاج المناسب صار شفاء ان شاء الله. بالنسبه للمواضيع الثانيه حتى بالامراض، امراض الانفلونزا، الامراض الصدريه، ذات الرئه، ممكن حتى يحدد الافات، يحدد مكان المرض بدقه. حاليا حتى عم بيتم الكلام عن روبوتات كثير دقيقه، تقريبا ما بيتجاوز حجم الكريه الحمراء، بيتم ادخال للجسم اجسام نانومتريه، يعني بيتم ادخالها. وطبعا حاليا كان قرات عن هذا الموضوع بس ما كنت متاكد من يمكن كمان مصحة. شفنا دكتور وقت كورونا تم الاستفاده كثير من طبعا الروبوتات بانه هي كانت عم تحمي البشر من انتقال الفيروس او توسع رقعه انتقاله، خصوصا بين الكادر الطبي والتمريضي ببعض المستشفيات. تماما هذا الشيء لاحظناه، قيام بادوار تمريضيه غالبا، ويعني مثل قياس الحراره وبعض روبوتات ادخال طعام مثلا، روبوتات للنظافه، يعني بهي التفاصيل. تماما. دائما دكتور اي شيء من التطورات التكنولوجيه الحديثه دائما له سلبيات وايجابيات، اكيد نحن لازم نستثمر في الايجابيات. نحن اليوم شو بينقصنا بعالم الطب في مجال الذكاء الاصطناعي خلينا نقول؟ هلا بصراحه نحن حكيت قبل شوي انه نحن مستهلكين للتكنولوجيا. نحن بصراحه بحاجه لاختيار خبراء. هدول الخبراء بيكونوا اشخاص ثقات وعندهم خبره طويله باختيار. يعني طبعا بشكل لجنه، هاي اللجنه بتختار عدد كبير من الباحثين الشباب، بتبقى استثمارهم لتشكيل نواه علماء. هدول ممكن يرسموا مخطط لمستقبل سوريا، ممكن خلال 10 سنين وال50 سنة وال100 سنة، مثل ما عم نشوف خطط بعض الدول لبعد 20 سنة أو 30 سنة. غير هيك صعب. يعني أنا ما عم بحكي بس على الطب، يعني هدول الخبراء لازم يكونوا، لازم يكون عندنا مركز أبحاث خاص فينا، يكون في علماء. أنت أول شيء تأهيل العلماء ليصيروا علماء، بعدين بس صاروا علماء بتم وقتها رسم مخططات بكامل المناحي الحياة، من الطب للهندسات للتكنولوجيا لكل شيء، بيكون هذا المركز ضخم. ونحن ما زال عم نعتمد على التكنولوجيا، فرح نضل أسيرين لهي التكنولوجيا. طبعا عم نعتمد على التكنولوجيا اللي عم تجينا، إذا ما خلقنا تكنولوجيا خاصة فينا فللأسف رح نضل محكومين باستيرادها. وطبعا هذا هدر كبير للمال وللجهد وللقوة البشرية اللي عندنا، لأن القوة البشرية اللي عندنا وقت بدها تشوف أنه التكنولوجيا برا كلها عم تسافر وتهاجر، وقت بتتوطن التكنولوجيا عنا وبصير في عنا فعلا خطط واضحة ورسم دقيق للمستقبل، لا بصير حتى من برا بيجوا لعنا. أكيد
دكتور، يعني اليوم حكينا عن مجال الذكاء الاصطناعي والطب وقديه هن ممكن يكونوا يعني مع بعض ممكن يشكلوا شيء جيد للبشرية وأيضا تطور بمجال الطب. قبل ما نختم حديثنا مع حضرتك اليوم، نحن بأبواب مثل ما بيقولوا تغير طقسي، وكنا عم دردش قبل ما نبلش مع حضرتك على الهواء إنه بهذا الوقت بتبلش كتير ناس اللي عندها حساسية بيظهر عندها شيء مختلف، الناس اللي ممكن تمرض بسهولة كمان صرنا نشوف هلا انتشار، بلشنا الجريب والرشح ولو بطريقة بسيطة مع تغير طبعا درجات الحرارة. نصيحة بتحب توفرها للناس لحتى ما نبلش دغري ناخد أدوية التهابات، مثل ما بنشوف الواحد أول ما بيعطس بيروح بيجيب دواء التهاب، فشو بتنصح بهذا الموضوع؟ تماما، هلا نحن للأسف بترافق تغير الجو مع بداية الموسم الدراسي. الموسم الدراسي دائما احتكاك الأطفال مع بعضهم، أي طفل ممكن يحصل على فيروس. طبعا نحن الفيروسات وليكن عندنا 300 فيروس انفلونزا، 300 فيروس من انواع فيروسات التنفسيه. هدول 300 فيروس ممكن انا انصاب، انا كشخص بالغ مصاب انصبت ب 200 فيروس، فهدول ال 200 اذا رجعت حتى اذا وصلوني ما رح ياثروا فيني. بالمقابل الاطفال هنن لسه بالبدايه، فكل ما اجى فيروس جديد كله بينعدى. فلهيك نحن متوقع الاطفال بينصابوا بالرشح والزكام بين 4 إلى 6 مرات السنة أو بالشتوية وممكن أكثر شوي. نقل هاي العدوى من المدرسة للبيت رح العيلة كلها كمان ممكن تنصاب. طبعا الالتهابات الفيروسية هي علاجها الراحة، مشروبات الساخنة، حتى الدراسات البريطانية عن مواقع الكوكرين لايبراري ما عم تحكي غير أنه العلاج الأمثل هو الباراسيتامول، ممكن البروفين إذا اضطرينا أو الديكلوفيناك، يعني تخفيف الأعراض، تخفيف الأعراض، علاج عرضي مع البخار الرطب. نغلي مي، ممكن نحط فيها ورق ليمون او ورق كينه، حتى تبخير يعني انه البخار الرطب بالبيت، هذا البخار الرطب بيساعد كثير انه بحالتين، اول وحده انه ممكن يوقف نمو وتكاثر الفيروس، ثاني شيء بوفر وسط جيد لمناعه الجسم ترجع تقضي على الفيروس. فهذا الشيء بيسهل الاعراض. ما بنبلش ناخذ صادات حيويه او مضادات جرثوميه لانه اول شيء غاليه، ثاني شيء عم نستهلكها وعم نستهلك خدمتها، لانه بعد فتره رح يصير عندنا مقاومه وما عاد نستفيد منها. ممكن ننطر اسبوع اذا ما صار في تحسن وقتها ممكن نستخدم صادات مضادات جرثوميه يعني. فالعلاج اولا بالبدايه بيكون عرضي وتلطيفي، نشرب عصير البرتقال او ليمون، اذا ما في قرنفلفله في فيتامين سي بكميات. اذا ما صار تحسن خلال اسبوع ممكن نراجع الطبيب أو على أقل تقدير الصيدلاني. أكيد بدنا نتشكر حضورك معنا دكتور، ولهي المعلومات اللي قدمت لنا إياها الدكتور فارس عبد الرحمن، أخصائي أمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحة كل الشكر أورام الرأس والعنق. أهلا وسهلا فيك. شكرا كثير. شكرا لك دكتور لكل النصائح اللي قدمت لنا إياها.